دكتور، اول حاجه عايزين نعرف الناس هو ايه اصلا الحمل خارج الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه الحمل خارج الرحم من اسمه هو حدوث حمل في مكان ما خارج تجويف الرحم. زي ما احنا كلنا عارفين ان المكان الطبيعي لحدوث الحمل هو داخل تجويف الرحم. لو حصل ان البويضه المخصبه دي انتقلت الى مكان تاني خارج هذا التجويف وحصل له انغماس، ده بيؤدي الى حدوث الحمل خارج الرحم. اوكي، طب يا دكتور يا ترى معدل انتشاره قد ايه لدى السيدات يعني او الامهات، واماكن حدوثه برضو بتكون فين عشان برضو الناس تفهم؟ معدل انتشار حمل خارج الرحم زمان كان لا تتجاوز نسبته 1%. بعد كده في الايام دي بدات تزايد هذه النسبه وضعفت وصلت 2-3%، ودي طبعا نسبه كبيره لان معناها ان كل 100 سيده حامل ممكن حالتين لثلاثه. اما بالنسبه لاماكن حدوثه فدي بتبقى اماكن زي ما معانا كده يا دكتور على الشاشه. بالظبط. أيوة. دي الصوره اللي بتوضح اماكن حدوث الحمل خارج الرحم. وباين في الصوره حضرتك ان اكتر مكان هو الانابيب او قناتي فالوب، وده بنسميه الحمل الانبوبي، وده نسبته بتصل الى 95-97% من حالات الحمل خارج الرحم. من الاماكن الثانيه اللي واضحه في الصوره برضو المبايض، عنق الرحم، داخل تجويف البطن، واحيانا في الرباط العريض للرحم. في اماكن بدات تظهر في اخر ايام اللي هي الحمل خارج الرحم على جرح الولاده القيصريه السابقه. ده بيبقى سبب الولاده القيصريه. بالظبط. هي اللي بتعمل ده، ودي انواع جديده بدات تظهر. الصورة الثانية بتوضح بالتفصيل شكل الحمل خارج الرحم. داخل قناة فالوب أو داخل الأنابيب، وده اللي بنسميه الحمل الأنبوبي. ده شكل البيبي هو داخل القناة اللي هي الكورة دي يا دكتور. بالظبط يا فندم. بس وده تجويف الرحم باين إن هو فارغ ما فيهوش أي بيبي. وده بنسميه الحمل الأنبوبي، وده أشهر الأنواع. طب يا دكتور احنا لو عايزين نعرف مين الستات اللي ممكن تكون أكتر بتتعرض للحمل خارج الرحم؟ ده سؤال مهم جدا. وده بيخلينا نعرف نحدد مين اللي هم لازم يبداوا بالمشوره الطبيه بدري. يعني انا امتى اشعر ان انا دلوقتي عندي احتماليه كبير جدا ان انا يجي لي الحمل خارج الرحم، وامتى لا انا كده ممكن اكون مطمنه؟ بالظبط يا فندم. السيدات دول هم مجموعات كبيره شويه. بس احنا ممكن نلخصهم ان اكتر السيدات عرضه لحدوث الحمل خارج الرحم هم من السيدات اللي حصل لهم تاريخ مرضي سابق قبل كده بحمل خارج الرحم، فدي بتبقى سهله بالنسبه لان هي جربت قبل كده. ودول بتصل نسبتهم ل 10-15% من الحالات ممكن تتكرر تاني. الحاجه الثانيه السيدات اللي هم عملوا عمليات متكرره في البطن او الحوض، ودي بتؤدي الى وجود التصاقات، ودي اللي بتزود نسبه حدوث الحمل خارج الرحم. كمان وجدنا ان السيدات اللي بتعاني من التهابات مزمنه في الحوض او التهابات متكرره وكمان مش بتعالجها كويس. الثلاثة دول. يبقى نقول للناس ان لو انت عندك التهابات مزمنة يعني تحاولي انك تعرفي كده انك احتمال يجي لك حمل خارج الرحم. ثاني حاجة حصل عمليات. بالظبط. في البطن عامة، صح؟ بالظبط، بطن او الحوض. من الولادة القيصرية نفسها. بالظبط. ولو سبق ليكي انك انت حصل لك ده قبل كده لازم تاخدي بالك المرة الثانية. بالظبط. في بعض العوامل الثانية احنا ممكن نضيفها، زي مثلا الستات اللي بتستخدم وسيلة منع حمل معينة. دايما الستات اللي حصلهم حمل خارج الرحم بنفضل ان احنا ما تركبش اللولب، لان ده زي ما هو معروف عنه ان هو بيمنع الحمل داخل الرحم بس ما يمنعش الحمل خارج الرحم. كذلك برضو السيدات اللي بتاخد منشطات للتبويض او بتعمل عمليات حقن مجاري او تلقيح صناعي، برضو دول وجدنا في نسبه منهم كبيره ممكن يحدث لهم حمل خارج الرحم. التدخين، عمر السيده، يعني السيده اللي كل ما تبقى حامل في مراحل متاخره من العمر 35-40 سنه وجدنا نسبه الحمل خارج الرحم بتزيد شويه فيهم. طب يا دكتور انا مثلا سيده واول مره بقى يجي لي حمل، امتى يديني اشاره او اعراض جانبيه انا كده احتمال يكون عندي حمل خارج الرحم وابتدي اتوجه للدكتور؟ هل في بقى اشارات او اعراض جانبيه ابتدي اشعر منها؟ بالطبع طبعا. هو في البدايه الحمل خارج الرحم من اسمه هو حمل. ففي البدايه خالص بتبقى اعراضه اعراض الحمل الطبيعيه. وده اللي بيخلي فيه سوء تشخيص، او بتبقى فيه اطمئنانيه زياده للسيده الحامل ان هي بتقول خلاص ده زي اي حمل قبل كده. بالظبط. الاعراض بتبقى غثيان، قيء، ميل القيء، دوخه، صداع. طب يا دكتور مش دي اعراض طبيعيه؟ اعراض طبيعيه لان هو نوع من انواع الحمل. بس بعد كده بتظهر ثلاث حاجات مهمين جدا في اعراض اللي بتشخص بيها الحمل خارج الرحم. اولا انقطاع الدوره الشهريه، وده عامل اساسي في اي حمل. ثانيا بيبدا في نزيف مهبلي وقد يكون خفيف او افرازات مدممه. ثالثا بيبدا في الم اسفل البطن، والالم ده بيبقى ليه شكل محدد
بيبقى في جانب واحد من الحوض. لو لا قدر الله السيده ما تمش اكتشافها بدري وحصل نزيف داخلي، ده بيؤدي الى الم في الكتف، واحيانا بتبقى اول عرض بتشتكي منه السيده هو الاغماء او لا قدر الله الصدمه. ده لو في الحالات المتاخره جدا بيبقى فيها نزيف داخلي شديد. يعني لو انا بيجي لي الم اسفل البطن من اتجاه واحد، ابتدي دي تبقى اشاره ان انا عندي حمل خارج الرحم، او اشك بالظبط. الحاجه الثانيه ان انا ان يغمى عليا او غثيان او كده. من اكتر الاسباب اللي بتعمل اغماء تام في بمراحل الحمل البدائيه اللي هو الشهور الاولى وبدون اي مسبب بتبقى الحمل خارج الرحم، ودي بتعتبر حاله طارئه. يعني لازم الست تتوجه ساعتها لاقرب مستشفى، لان لو اكتشفنا ان في داخلها في نزيف داخلي او تجمعات دمويه شديده، دي بتبقى انقاذ للحياه. والحاجه الثالثه زي ما حضرتك بتقول النزيف، اللي يحصل نزيف مهبلي. ده طبعا مش طبيعي، لان هو دايما الست ما بيبقاش فيها نزيف مهبلي، لقينا في نزيف مهبلي بنبدا نشك بقى ان الحمل ده غير طبيعي، سواء كان اجهاض منذر او حمل خارج الرحم.